السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي نصمم قالب بلوجر من الصفر. اول حاجة ندخل على الموقع بتاع بلوجر، بندخل على انشئ مدونتك، بعد كده لو كنت مسجل حساباتك في جوجل محفوظة هتظهرك بالشكل ده، لو مكنتش مسجل هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد اللي هو الايميل وكلمة السر يعني. انا طبعا محفوظ زي ما انتم شايفين، هدوس على اختار واحد منهم. طبعا بتسمي التايتل ده، بتكتب اسم المدونة بتاعتك، طبعا انا هكتب اي اسم اللي هو تيست 3 5. اللينك برضه هتكتب الرابط بتاع المدونة بتاعتك، يعني الناس لما تكتبه في التاسك اللي فوق ده، في البار اللي فوق ده، هيطلع لها المدونة بتاعتك. فانت هتكتب مثلا، انا هكتب تيست وتضغط. طبعا بيكون دوت بلوك سبوت دوت كوم، طبعا هو غير متاح ده، فبضيف اي حرف كده. انا طبعا بكتب اي حاجة علشان بشرح عليها، يعني انا مش هستخدم المدونة دي في اي حاجة غير ان انا هشرح لكم عليها. وبعد كده كرييت بلوك، لو دوسنا فيو بلوج هتظهر لنا مدونة بالشكل اللي ده. طبعا زي ما انتم شايفين القالب ده بسيط جدا. فاحنا اول حاجة هندخل عليها، هندخل على السيم، هندخل على edit html. بعد كده هنلاقي الاكواد اللي هتظهر قدامنا. الاكواد دي بندوس كنترول A، بنحددها كلها وبنمسحها من باك سبيس. بعد كده بنستخدم الكود ده، هيكون اسفل الفيديو، اللي هو قالب خام. ده قالب ما فيهوش اي تعديلات. بعد كده بنكتب سيف سي، بندوس اسف سيف سي. بعد كده فيو بلوك، بنشوف البلوك زي ما انتم شايفين المدونه فاضيه تماما. بعد كده بندوس كليك يمين، وبعد كده فحص العنصر، او بندوس F12. في كلتا الحالتين هتفتح لنا البوكس ده. طبعا هنستفاد منه ايه؟ احنا هنكتب الاكواد هنا، وبعد كده ندخلها على البلوجر او على HTML editor اللي هو قدامنا ده. تمام، اول حاجة هنستخدمها، طبعا انتوا هتتابعوا معايا الفيديو وهتعملوا زي ما انا بكتب بالظبط. طبعا اول حاجة بندخل على الكونتينر ده، بندوس عليه كده، وبعد كده بندوس على علامة البلس اللي هنا دي اللي هي زائد، وبعد كده بندوس في مكان فاضي بحيث يتفعل لنا عنصر اسفل منه يعني علشان نكتب فيه. بنكتب ويدث اللي هو العرض W، طبعا بيظهر لنا اهو. بندوس انتر، وبعد كده بنكتب 1200 بي اكس، ما تنساش بي اكس علشان يعتبر الفاليو صحيحة وما يشتغلكش عليها. بعد كده بنكتب مارجن 0 سبيس اوتو. بعد كده اوفر فلو، طبعا هو بيقترح لك الحاجة فامسح الموضوع، هنخليها هيدن. تمام، طب انا استفدت ايه من كده؟ بص، هو اتطبق على حاجات داخلية في البلوجر انت مش شايفها بعينك، يعني انت مش شايف اي تغيرات حصلت، بس هو كده طبق حاجات اساسية في البلوجر. ده مطلوب في اي قالب. هناخد الكود ده كوبي لحد النقطة، من قوس لحد النقطة، كليك يمين وكوبي، وهننزل على السطر 72 هنا في القالب ده اهو. احيانا بيكون مقفول كده، شايف علامة الزائد دي، بنضغط عليها، وبعد كده بننزل لحد ما بنجيب اخره اللي هو تحت ترانسيشن دي، وبنضغط كنترول في. تمام كده، بعد كده بنسيف سيف سيم كده، تمام، اتحفظ التغييرات. بعد كده بنعمل ريفريش للصفحة. تمام، بعد كده جاب لنا هيدر توب. هيدر توب بنضغط عليها نفس الخطوات اللي فاتت، بنضغط على البلس دي. بعد ما بنضغط على البلس دي بنحاول نضيف قيمة، بنضغط تضغيفين تحتيها كده في مكان فاضي، بيفتح لنا عنصر جديد، بنكتب هايت، اضغط انتر. بعد كده 50 بكسل، 50 بي اكس
وبنضغط انتر. بعد كده بنكتب باك جراوند، بنضغط انتر. باك جراوند على حسب الخلفية انت عايز اللون بتاعها ايه، لو عايز صورة برضو ممكن تضيف صورة. طبعا شرح الصور والحاجات المعقدة شوية دي او الحاجات المتكلفة دي هشرحها في دروس تانية، فاحنا هنكتفي النهاردة ان احنا هنعمل لون وليكن وايت اللي هو ابيض، زي ما انتم شايفين بقى ابيض مميز عن الابيض التاني اللي هو رمادي التاني اللي تحت منه ده، فاهي اتحددت الحتة دي. طبعا لو عملنا ريفريش على كده مفيش حاجة تحفظ، فعلشان نسيف بناخد الكود نفس فكرة المرة اللي فاتت وبنحطه أسفل الكود اللي كان قبله يعني، وبندوس انتر وسيف سين. بس كده بنعمل ريفريش بيفضل يعني مش بيروح. بعد كده بنروح على التخطيط علشان نضيف المنيو والتوب منيو اللي هو الحاجات اللي بتكون هنا الرئيسية بتصل بينا، الحاجات اللي بتكون في المدونات دي. هندوس على لاي اوت او التخطيط لو كان اللغة عندك عربي. تمام، بعد كده بنضيف جادجت دي او اضافة اداة على حسب اللغة برضو. بنختار بتاعت لينك ليست وبندوس على علامة الزائد. بعد كده بنكتب الحاجات اللي احنا عايزينها، بنخلي اللغة عربي او انجليش على حسب برضو الحاجة اللي احنا هنكتبها عربي او انجليش. الرئيسية بنشيل دي وبنكتب لينك المدونة علشان يودينا الواجهة الرئيسية اللي هي المدونة نفسها يعني، وبنعمل بيست اللينك هنا واد لينك اتصل بنا. بنضيف رقم التليفون او هو عايز يو ار ال، بنكتب الايميل بتاعنا او طريقة للتواصل يعني. بعد كده بتدوس اد لينك، بعد كده سياسة الخصوصية. بعد كده بتكتب اللينك بتاع الصفحة اللي بتفتح له سياسة الخصوصية بتاعتك وبتدوس اد لينك. بعد كده منحني نفس الفكرة، بتكتب له اللينك بتاع من نحن، الحاجات يعني المكتوبة التكست اللي انت عايز تعرضه له، واد لينك. بعد كده سيف، بعد كده سيف ارانجمنت. كده تمام خالص، هو اتحفظ. بنروح نعمل ريفرش زي ما احنا شايفين اهم ظهروا هنا. طبعا في حاجات مش ظاهرة هنخليها تظهر دلوقتي. اول حاجة هنعملها بعد كده لسه احنا في المنيو، توب اهي منيو توب، بنضغط على علامة الزائد دي. وبعد ما بنضغط على علامة الزائد بنضيف العنصر اللي هو فلوت، رايت يعني بنخليه يجي على اليمين. بعد ما عملنا فلوت رايت اهو جت على اليمين. انا ثواني هصغر الشاشة شوية علشان تظهر الشاشة كاملة. هضطر ان انا اعملها من جديد علشان هي راحت مع اهي. لا ما راحتش، اهي ثابتة. هنسحبها كده، هناخد الكود. طبعا في دي نلاحظ حاجة ان كلمة دي اي في اللي هي ديف دي مش بناخدها، بناخد من اول الشباك. طبعا لازم ناخد القوس اللي تحت وبنروح على الاتش تي ام ال سيم، وبعد كده اديت اتش تي ام ال وبنلزق في الحتة اللي كنا بنلصق فيها اهي اسفل الكود الاخير. كنترول في وبعد كده سيف سيم. بنلاحظ انه تسيب معانا تمام. بعد كده طبعا احنا مش هنسيبها بالشكل ده، لا احنا هنضيف فيها حاجات، بنغير في شكلها، بنغير في اللون كده يعني. فهنعمل ايه، هندخل على المينيو توب، بنضيف اداة. بعد كده بنعمل مسافة يو ال
مسافة ال i وحرف ال n. بعد كده بندوس انتر، بنضيف عنصر float right. عايزينهم نخليهم بالشكل ده float right. لو عايزين نخليهم جنب بعض بنشيل حرف ال A. زي ما احنا شايفين هم ملزقين صح في بعض، بس احنا هنعدل عليهم دلوقتي. بس هناخد الكود اللي احنا عملناه ده اللي هو float right، هناخده كوبي. طبعا مش هناخد ديف كالعادة، كنترول في وسيف. بعد كده هنعمل ريفريش علشان نشوف اتحفظ ولا لا. اهو اتحفظ. عايزين نخلي في مسافة بينهم، عايزين نخلي شكلهم احسن من كده شوية. طبعا هيبقى من خلال التالي، هتدخل على هتضغط على منيو زي ما كنت داس بالظبط، وبعد كده علامة زائد. بنعمل مسافة يو ال ال اي اي انتر. بعد كده بنضيف عنصر اللي هو اول حاجة ممكن نخلوها color، وبعد كده اللون عايزينه مثلا بلاك اسود، اهو اتغير اللون معانا. بعد كده عايزين نخلي الخط مختلف. طبعا انا هخلي لكم خط اسفل الفيديو، وبرضو هوريكم موقع ازاي تجم منه خطوط، بس هو خط يعني كتجربة علشان تشوفوا. كوبي. بعد كده اضافة عنصر هنا، وبعد كده كنترول في، اهو تغير شكل الخط. بعد كده هنضيف عنصر تاني اللي هو الديسبلاي، هنخليه بلوك. في ايه تاني؟ عندنا البادينج اللي هو يخليهم متفردين عن بعض، صفر ومسافة 15 بي اكس. كويس بي اكس، لو لاحظنا اهو اتفردوا من بعض، بس زي ما احنا شايفين اهم كده. احنا عملنا الهيدر، عملنا ظبطنا الواجهة الرئيسية، عملنا احنا سياسة الخصوصية اتكسر بنا. عملنا احنا على فكرة مكتوب خا مش ها هنا، فاحنا ممكن نعدلها layout. في ناس بتقول طب انا عايز الرئيسية تيجي في الاول، برضه هوريك. هندخل على اللاي اوت، وبعد كده بنعمل ايديت لللينك ليست. بعد كده هو الاسهم دي بتنزل وبتطلع، هنطلع بالرئيسية لفوق، ومن نحن بنعمل بنضغط ايديت عليها، هنخليها من نحن. تمام. وبعد كده سيف، وبعد كده سيف وسيف ارانجمنت، وبعد كده ريفرش. انا ما سيفتش الحاجات، شفتوا لما انا ما سيفتش الحاجات اللي انا دخلتها؟ بس لو لاحظتوا ان الحاجات اللي انا سيفتها اللي هي الترتيب بتاعهم والحال اللي كانت خاء اتغيروا، انما الحاجات الستايل اللي انا كنت ضايفها اتلغت، فعادي نضيفها من جديد. وبيكتب عربي.
طبعا مش بناخد ديب. بعد كده بنروح على السيم بنعمل edit html، بنروح على 72 اهي مقفولة بنفتحها، بننزل لحد الاكواد بتاعتنا، بنكتب الكود كنترول في وبعد كده سيف كده تمام خالص. بنعمل ريفرش اهو زي ما احنا شايفين ما اتغيرتش علشان احنا حفظنا التغييرات اللي عملناها. كان في حاجة كده بتعمل شكل جمالي ليهم بس انا تقريبا كاتب الكود غلط او حاجة، مش عارف اذا كانت هتبقى فعالة او لا، نجرب مع بعض. او ناخدها كوبي من هنا، ناخدها كوبي من هنا. مش متأكد إذا كان الكود هيشتغل أو لا بصراحة، عشان مش متأكد من كتابة الصيغة بتاعته، والمفروض إن هو يغير في شكل الزر بعد ما نشاور عليه. عادة أنا بقى أشرحه في الشروحات اللي جاية، بما إن كده أو كده يعني في دروس تانية جاية. طبعا دي هي بتاخد وقت بس هي لما أنت بتتعلمها بتكون بسيطة معاك. شمس في الأيام مكتوب على وش الابتسام،